كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن مواعيد مباريات كأس العرب للمنتخبات 2021 والتي ستستضيفها قطر نهاية العام الحالي، وستجري مباراة الافتتاحية بتاريخ 30 نوفمبر على الساعة 1 ظهرا بتوقيت السعودية، وستجمع بين المنتخب القطري مستضيف البطولة والفائز بين منتخبي الكويت والبحرين. وفي نفس اليوم يلتقي المنتخب التونسي مع الفائز من مباراة موريتانيا واليمن في تمام الساعة 4 عصرا بتوقيت السعودية لحساب المجموعة الثانية، في حين يلعب المنتخب العراقي مع الفائز من مباراة عمان والصومال ضمن منافسات المجموعة الأولى على الساعة 7 مساء بتوقيت السعودية. وفي ختام مباريات اليوم الافتتاحي يواجه المنتخب الإماراتي نظيره السوري لحساب منافسات المجموعة الثانية، حيث ستنطلق المباراة في تمام 10 مساء بتوقيت السعودية. وسيشهد اليوم الثاني من المنافسات بتاريخ 1 ديسمبر 4 مباريات يفتتحها بطل إفريقيا المنتخب الجزائري بمواجهة الفائز من ليبيا والسودان في تمام الساعة 1 ظهرا بتوقيت السعودية لحساب منافسات المجموعة الرابعة. وبنفس المجموعة يفتتح المنتخب المصري مواجهاته في البطولة بمواجهة الفائز من مباراة لبنان وجيبوتي في الساعة 4 عصرا بتوقيت السعودية، في حين يفتتح المنتخب السعودي مباريات المجموعة الثالثة بمواجهة الفائز من مباراة الأردن وجنوب السودان على الساعة 7 مساء بتوقيت السعودية. أما منتخب المغرب فيخوض أولى مبارياته بمواجهة الفائز من مباراة فلسطين وجزر القمر في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت السعودية لحساب المجموعة الثالثة. وتعود عجلة المباريات يوم الجمعة 3 ديسمبر بمباراة المنتخب العراقي ضد الفائز من مباراة البحرين والكويت على الساعة 1 ظهرا بتوقيت السعودية لحساب مباريات المجموعة الأولى. أما المنتخب القطري فسيخوض ثاني مبارياته بالمجموعة في ذات اليوم عندما يواجه الفائز من مباراة عمان والصومال في تمام الساعة 4 عصرا بتوقيت السعودية. وتتواصل مباريات 3 ديسمبر بمباراة المنتخب الإماراتي ضد الفائز من مباراة موريتانيا واليمن في تمام الساعة 7 بتوقيت السعودية، لتختتم مباريات هذا اليوم بمواجهة المنتخب التونسي لنظيره السوري على الساعة 10 مساء بتوقيت السعودية لحساب المجموعة الثانية. أما مباريات 4 ديسمبر فيبدأها المنتخب المغربي بمواجهة الفائز من مباراة الأردن وجنوب السودان على الساعة 1 ظهرا بتوقيت السعودية لحساب المجموعة الثالثة. وفي المجموعة الرابعة يواجه المنتخب الجزائري الفائز من مباراة جيبوتي ولبنان على الساعة 4 مساء بتوقيت السعودية. وفي نفس المجموعة يواجه المنتخب المصري الفائز من مباراة ليبيا والسودان في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت السعودية، ليختتم المنتخب السعودي مباريات اليوم الأول بمواجهة الفائز من مباراة فلسطين وجزر القمر في تمام الساعة 10 مساء لحساب المجموعة الثالثة. وبعد الحصول على يوم راحة تعود البطولة للاستئناف بالجولة الثالثة والأخيرة يوم 6 ديسمبر من خلال مباراة المنتخب التونسي ضد نظيره المنتخب الإماراتي في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت السعودية لحساب المجموعة الثانية. وفي نفس التوقيت يواجه المنتخب السوري الفائز من مباراة موريتانيا واليمن لحساب نفس المجموعة. وفي ختام دور المجموعات لحساب المجموعة الأولى يلتقي المنتخبان القطري والعراقي في مواجهة واعدة في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت السعودية من يوم 6 ديسمبر. وفي نفس التوقيت يواجه الفائز من مباراة منتخبي عمان والصومال الفائز من مباراة البحرين والكويت ضمن فعاليات المجموعة الأولى، في حين يشهد يوم 7 ديسمبر آخر أيام دور المجموعات وتقام فيه مباراة القمة بين منتخبي المغرب والسعودية في تمام الساعة 6 بتوقيت السعودية لحساب المجموعة الثالثة.
وتتزامن المباراة مع المواجهة التي تجمع بين الفائز من منتخبي الأردن وجنوب السودان والفائز بين منتخبي فلسطين وجزر القمر في المجموعة ذاتها. وفي تمام 10 مساء بتوقيت السعودية من نفس اليوم تختتم مباريات دور المجموعات بمواجهة نارية تجمع منتخبي الجزائر ومصر في المجموعة الرابعة. وفي نفس التوقيت تلعب مباراة الفائز من مباراة لبنان وجيبوتي مع الفائز من مباراة ليبيا والسودان لحساب نفس المجموعة. أما عن مباريات دور الربع النهائي فتنطلق يوم الجمعة 10 ديسمبر، حيث تقام مباراتان إحداهما في 6 مساء والأخرى في 10 مساء بتوقيت السعودية. الأمر نفسه سيحدث في ثاني يوم لمباريات الدور الربع النهائي وهو يوم السبت 11 ديسمبر، في حين تقام مباراتات دور النصف النهائي من بطولة كأس العرب للمنتخبات يوم 15 من ديسمبر. ومن المقرر أن تلعب المباراة الأولى في تمام الساعة 6 مساء والثانية في تمام 10 مساء بتوقيت السعودية. أما المباراة النهائية من كأس العرب للمنتخبات فستقام في تمام الساعة 6 مساء من يوم 18 ديسمبر. وقبل تلك المباراة ستلعب مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في تمام 1 ظهرا بتوقيت السعودية. للإشارة فقط، فإن الفائز بالبطولة سيتحصل على 6 ملايين دولار كمكافأة، وهي أعلى من مكافأة كأس الأمم الإفريقية والتي تقدر ب 4.5 مليون دولار. هذا وستقام البطولة على 7 ملاعب من أصل 8 ملاعب ستستضيف مباريات كأس العالم 2022 بقطر، وهي ملعب البيت في الخور وملعب الجنوب في الوكرة. وفي الدوحة ستكون المباريات في ملعب رأس أبو عبود وملعب التمامة، وفي الريان ستلعب المباريات على ملعب المدينة التعليمية وملعب الريان وملعب خليفة الدولي. وفي الأخير، إذا أعجبكم الفيديو فلن تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد والضغط على زر الإعجاب.